سند ابوك داعيه. يلا طيب ابو سند حبيبنا هلا. ايوه سؤال تفكر. ادوارك في مسلسلاتك تختلف من نوع الى اخر، كوميدي جاد، هل واجهت مضايقات من المجتمع على بعض ادوارك؟ لا ولله الحمد، لكن يمكن في بعض البرامج، بعض المسلسلات مثل مسلسل مطبات اثنين كان دوري الابن العاق. الله يغفر له العم ابو صالح الحميد ابراهيم العنيزان. العنيزان ايه. فيوم الايام كنت حقيقه في المستشفى ومعي ابوي، كنت ادف ابوي، فشافني واحد سلم علي قال هلا بالابن العاق. قلت يا اخي انا من بين اخواني جايب ابوي المستشفى. لكن بعض الناس يرسخ عنده يعني شخصيه الشخص، يفرق بين المسلسل والواقع. وهذا يدل على النجاح. تعبت من هالشيء كثير؟ لا لا ابد ولله الحمد. شيء ابو سند جمهورك العريق يحبك. الله يحبك. عبد الوهاب والله تصلح.